عقارب ساعة بتحركها إيد بشرية، وهي اللي بتتحكم في الكوارث العالمية. ساعة يوم القيامة بيقولوا إنه فاضل لها دقيقتين وتقرب من منتصف الليل. إيه حكاية ساعة يوم القيامة وإيه علاقتها بالحروب العالمية النووية؟ الحكاية بدأت سنة 1947 من عند مجموعة علماء الذرة في جامعة شيكاغو، ودول اللي شاركوا في مشروع مانهاتن، وده أول مشروع لإنتاج الأسلحة النووية. قرروا العلماء دول إنشاء ساعة بترمز لمدى اقترابنا من نهاية العالم وتدمير البشرية، والساعة دي موجودة بقالها 75 سنة في جامعة شيكاغو، وبيتم تحديثها كل سنة حتى الآن. طب ساعة يوم القيامة بتشتغل إزاي؟ ساعة الصفر هي الساعة 12 بعد منتصف الليل، كل ما تقرب منها كل ما تعرف إن في كارثة هتدمر البشرية. وفي بداية سنة 2023 تم ضبط عقارب ساعة يوم القيامة على 90 ثانية بس من الساعة صفر، وده أقرب وقت وصلت له العقارب على الإطلاق لمنتصف الليل. وأول ارتفاع ليها كان لدقيقتين سنة 1953، لما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي اختبروا القنابل الهيدروجينية الجديدة الأكثر تدميراً. أما بقى عن المتحكمين في الساعة، فحالياً بيتحكموا فيها 13 واحد من الحائزين على جائزة نوبل على مر السنين، ومجموعة خبراء في مجالات مختلفة زي السياسة والدبلوماسية والتاريخ العسكري والعلوم النووية. وبتجتمع اللجنة مرتين في السنة عشان يناقشوا الأحداث العالمية الجارية وهل ضروري يغيروا الساعة ولا لا. من كام يوم صرح نائب وزير الخارجية الروسي إن ساعة القيامة قربت من ساعة منتصف الليل، وفاضل دقيقتين بتوقيت ساعة يوم القيامة، وبعد كده العالم كله هينهار وهيتم إبادة البشرية. فهل ده تحذير مباشر من حدوث كارثة كبيرة هتدمر العالم، ولا ده مجرد كلام وبس؟